تنطلق في فندق لورويال في العاصمة الأردنية عمان غدا فعالية المعرض السنوي الدوري الثامن للصناعات الروسية إكسبو رشا بمشاركة عشرات من الشركات والمؤسسات الصناعية الروسية المختلفة. مزيد من التفاصيل حول إكسبو رشا في التقرير التالي. تحتضن العاصمة الأردنية عمان بين 18 و20 من الشهر الجاري معرض إكسبو رشا السنوي الصناعي الروسي بمشاركة زهاء 30 شركة روسية تعمل في قطاعات الطاقة والتعدين والبناء والنقل والصناعات الكيميائية والمعلوماتية والطبية والجيولوجية والزراعية. الدورة الراهنة للمعرض هي 8 دورة تستضيفها العاصمة الأردنية، ويقول المنظمون إن لاختيار عمان لإقامة المعرض فوائد متنوعة. الأردن بوابة للولوج إلى أسواق الشرق الأوسط، فالجميع يعرف أنها منطقة مستقرة وهادئة تملك منظومة مصرفية فاعلة وشبكة طرقات ومطارا دوليا نشطا، ما يتيح للشركات افتتاح مكاتب تمثيل وما إلى ذلك. وأغلب الشركات المشاركة لا تبحث عن طلبيات ضمن السوق الأردنية نفسها، بل تبحث عن فرص في أسواق المنطقة، إذ يزور المعرض رجال أعمال من سوريا والعراق. ويقول منظمو المعرض إن القاسم المشترك بين الشركات الروسية المماثلة في المعرض هو توجهها التصديري ورغبتها بتوسيع أعمالها في أسواق الشرق الأوسط. نحن مهتمون بسوق الشرق الأوسط والخليج العربي وشمال أفريقيا، ونعلم عن حاجة المنطقة لأنابيب نقل النفط والغاز ضمن الدول النفطية. وبما أننا أضخم مصنع للأنابيب في أوروبا، نعتبر أن وجودنا في هذه السوق ضروري، وقد حصلنا على تأهيل من أرامكو السعودية وغيرها من الشركات في الكويت والإمارات وعمان وإيران ومصر والجزائر. ولا تقتصر المشاركات على القطاعات التي اشتهرت بها تقليديا الشركات الروسية، إذ تشارك في المعرض شركة كاسبيرسكي لاب التي ربما تكون أشهر شركة روسية في مجال المعلوماتية، شقت طريقها إلى الأسواق العالمية ومنها السوق الشرق أوسطية. وتقول الشركة إنها تحتل المرتبة الأولى في مجالها من حيث المبيعات في السوق الإيرانية، والمرتبة الثالثة في سوق المنطقة التي تضم السعودية وإيران والإمارات والأردن ومصر. نتطلع لتشكيل شراكات ضمن السوق الأردنية وسوق بلاد الشام، وانطلاقا من رؤيتنا لمنطقة الشرق الأوسط كأحد الأسواق الرئيسية لنمو أعمالنا في المستقبل، فقد كثفنا منذ بداية السنة الماضية نشاطنا ضمن هذه المنطقة، واستطعنا احتلال المرتبة الثالثة من حيث حصة الشركة في سوق برامج الحماية الحاسوبية من الفيروسات في هذه المنطقة. ويبدو أن لأزمة المال العالمية دورا في توجه العديد من الشركات الروسية لتثبيت أقدامها في المنطقة، إذا اعتبر رجال أعمال يشاركون في المعرض أن الشرق الأوسط يبقى حتى الآن قليل التأثر برياح الأزمة، وهذه ناحية بالطبع تصب في صالح المنطقة ويؤمل ألا تفقدها إذا ما انضمت الأزمة العالمية إلى مجموعة مشكلات منها السياسي والأمني ما زالت تعاني منها بعض دول المنطقة. أنيس أبازيد، روسيا اليوم.